السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأخ محمود، حياك الله وحيا الله جميع الإخوة. بالنسبة لموضوع شمع النحل، الشمع هذا هو مادة دهنية تفرزها الغدد الشمعية الثنائية لشغالات الفتية من عمر تقريبا بين 12 إلى 18 يوم، من أسفل الفقرات الأربع الأخيرة من البطن، على شكل أقراص شمعية بلون أبيض في البداية، المأخوذة والمسحوقة بفكين الشغالة. تزيد عن ذلك بعض الأنزيمات، ريق، حبيبات، لقاح صنف أنموفيل خفيفة وزنان. هذه الأقراص الشمعية عند بنائها تصير أعجوبة في الانتظام. البراويز الممطوطة في الخلية يتغير لونها بالتدريج إلى الأصفر ثم إلى البني، وشيئا فشيئا يميل إلى السواد. في أواخر السنة الثانية تقريبا يستحسن إبعادها عن النحل للاعتبارات التي نعرفها جميعا، منها اليرقات تغير الغشاء الخارجي 5 مرات بعد فقس البيضة بساعات، يوم ونصف، يومان ونصف، 3 أيام ونصف، ثم 11 يوم، ما يجعل العيون السداسية مع المدة تضيق. بفعل انسلاخات تتركها اليرقات رغم تنقية الشغالات للعيون السداسية. الإخوة الأعزاء، إن إنتاجية الشمع من طرف النحل ترتبط بعوامل أساسية، وقد ذكرت بعد على أنها ترتبط كذلك بضوابط محددة. أولا، تواجد نحل فتي حدد عمره رش بين 12 إلى 18 يوم، قد يكون أقل بقليل كما أشار لندوي. ثانيا، تواجد درجة حرارة بين 30 إلى 35 وسط مجموعة الشغالات التي نمت عندها الغدد الشمعية. ثالثا، فترة نشاط وحركية النحل خاصة في الربيع، وقد يكون ذلك خارج هذه الفترة لكن بوتيرة إلى حد ما بطيئة. رابعا، تغذية متوازنة تجمع بين حبوب اللقاح والعسل أو رحيق الأزهار في الأصل. خامسا، حاجيات الخلايا من الشمع تدفع فئة الشغالات من 12 إلى 18 يوم إلى بناء الأساسات الشمعية أو أقراص عند غيابها بالطبع في ظروف تسمح بذلك. حاجيات الخلية كما أشرنا من قبل، هذا المحور لنحال دور فاعل في من الناحية التقنية لخلق بشكل أو بآخر هذه الحاجيات، وهنا تظهر حنكة ومقدرة النحال للاستفادة من بناء أكبر عدد من براويز شمع الأساس، وهو أكبر ربح خاصة في فترة محددة عند مواصلة تغذية النحل بالعسل أو أقل شيء برحيق الأزهار وحبوب اللقاح من الطبيعة وليس بالتغذية بالمحاليل السكرية وبالبدائل لحبوب اللقاح، لأن الأمران بالطبع يختلفان من حيث القيمة الغذائية. عند شح المرعى أحيانا قد يلجأ النحل إلى ما هو متاح من الشمع داخل الخلية لإعادة استعماله لإغلاق العيون السداسية التي بها يرقات وأعمى أشغال أخرى. بالمحصلة، إن بناء براويز شمع الأساس قد يطرح إشكالية للنحال. أولا، قد تنقصه البراويز الممطوطة مهما فعل،
لن يكون لديه فائض منها، حتى وإن استعمل فترة الفيض في بناء أكبر عدد، وهذا قد يكون مستبعد نسبيا لسببين: إما لعدم توفر أحد العوامل المذكورة سابقا، أو خطأ في الحسابات المرتبطة بالجانب التقني. قلت بناء أكبر عدد كون بعضها قد تتم إذابتها لميولها إلى السواد، أو قد تصاب هذه البراويز الممطوطة بدودة شمع النحل عند إهمال النحلها. ونعلم أن دودة شمع النحل هي من 3 أصناف، ربما سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر. ثانيا، بناء شمع الأساس قد يكلف ثمن كبير إذا أخذنا بعين الاعتبار الكمية المستهلكة من العسل لذلك. من كل هذا وذاك، يتحتم على النحل استرجاع واستخراج أكبر كمية من الشمع من الأقراص القديمة ومن مخلفات فرز العسل، والتي قد تعطي تقريبا 1 إلى 1.5 كيلوغرام شمع عند استخراج 100 كيلوغرام عسل. أشير إذا سمحتم عند بناء الشمع، النحل قد يتعلق على بعضه البعض في سلسلة عن طريق الأرجل في غياب شمع الأساس، بمعنى أوراق الشمعية بقياس طول وعرض الإطار من الداخل، وهي الأخطاء التي قد تقع بتواجد أقراص زائدة بدون براويز وتعتبر ضياع فادح، حالة تدل على عدم تتبع النحال لمنحله. قد يترتب عن ذلك خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء، ما يعيق سيرورة عمل النحل بشكل طبيعي، وقد يحد من حركيته. نشير إلى أن 1 غرام من الشمع قد يبني حوالي مساحة 20 سنتيمتر مربع، و50 غرام شمع يمكن أن تحمل تقريبا 1 كيلوغرام عسل. ثم هناك سمك شمع العين السداسية، جدار العين السداسية، هو في حدود 0.073 ملم. أستسمح تحياتي لكم وشكراً.